عايز اقول لكم يا جماعه بس ديسكليمر قبل ما نبدا، في حد ساعدني في الـ في الايديت. انتوا شايفين ان احنا كنا مبسوطين قوي، بس يعني كان حبل شويه. قررنا ان احنا نقول باي للعربيات اللي ماشيه في الطريق. قررنا نتريق على المزارع، ما تسالوش احنا ليه بنعمل الهبل ده، اتفرجوا وخلاص. مسابقة ايه؟
لا انا احنا بنصور بس قدام يلا يلا يا امي بوظ الفيديو يلا تعال احنا معانا محمد وسام اللي بيصور الفيديو كله اللي عمل كل حاجه في الفيديو بصراحه اوكي انا اختار انت بتعرف تلعب صح اوكي اختار حاجه انا اخترت دي انا اوكي اخترت دي اكيد كلكم عارفين درايف اهيد انا اخترت دي اوكي ريدي سيت جو وريني هتعمل ايه يا جامد يا محمد يا ازيك يا محمد زحلقت اول ما قلت ازيك يا محمد عامل ايه يا محمد ها ايه اخبارك اخبارك يا قول عليا اوكي لا 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 باد بوي باد بوي انت بتعمل باك فليب عليا البتاع لاحظت ان العظم ده عامل كانه ترامبولين نطتك ثلاث مرات او 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 اتنين اوكي اتنين باتنين تعال نشوف مين هيكسب الله عملت كامباك معلش يا محمد ايه الله دي اوكي محمد عملت كامباك هو انت سامع اي حاجه انا كل اللي انا سامعه هو صوتك وانت بتخسر ها ولا ايه يا محمد كل تاني اوكي محمد انا كسبت تعالى يا مازن انت اللي هتلعبني دلوقتي تعالى استنى نغير العربيات زي وشك انت الازرق انا اخضر الاول المهم انا لا دي وحشه اختار لك اقوى عربيه عندي وريني تهزمها ازاي ما عنديش دور انا مش غني اختار واو اختيار حلو للخساره تعال نشوف مين هيخسر هتغير الهمة بتاعتك انت عارف ان دي ما بتغيرش اي حاجه صح هالوين هالوين اوكي انا على نطعم هالوين نطعم مش عايز هالوين يا لازم نطعم لازم يا استنى بعد ما مازن يخلص بعديها نلعب محمد سيم اوكي يلا ازاي بقى بلا وانت قلت لي انت عارف اللعبه خلاص تفهمني لا بتتحرك من هنا وبترجع من هنا سهله لازم تخبط دماغ الناس ومتخبطش في دماغك مين الازرق؟ مازن انا اللي ابلع برضه كويس قوي في الملتي هذا امسكه انا وهتلاقي التحكم اتغير اوكي ما تحطش يا ابني انت كده اتقتلت في كابوريا انت عملت ايه كابوريا يا مازن؟ دور محمد كامل محمد انت لوزر خلاص انت لوزر خلاص ماشي محمد عايز يعمل ايه ماتش يا ترى مين هيكسب لا مش عايز العربيه دي مش عايز تعال نغير العربيه يلا يا محمد وريني العب بالعربيه اللي انت كنت بتلعبني بيها اوكي وانا العب لك بعربيه ثانيه لا تلعب بدي انا بحب الدوري ده اوكي يلا هاتها لي انا جبتها لك استنى لا انا هلعب بواحده ثانيه انا هلعب بهليكوبتر يا محمد هليكوبتر بتلعبني بهليكوبتر مستعد شكلك عايز تخسر شكلي انا اللي عايز اخسر برضو يا محمد هات يلا الله يمسكه والله لا انت ومازن عمالين تجيبوا اي حاجات بس عشان تكسبوا ما حدش طلب منك تطلب تلعب انا لا 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 ترم نفسك مالك اتكدبت كده ليه يا جماعه محمد حصل له حاجه ايه ده انت عشت من اقوى ضرباتي ايوه موت بقى يس شفت بقى الهليكوبتر جامده اوكي انا الازرق شطني ده انت شطني على البتاع ما في كتفي هيتكسر من ايدك تعادل اوكي يلا نشوف
ومثلا انت بتقول لي الكنترول صعب، هو في يلا 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 يعني قربنا خالص من برنامه. لا لسه لسه دي لسه يا حبيبي انا في مدينه نصر. انا بروح من هنا لسه لا هنعدي بحاجات كتير خلاص. اوكي ماشي تعمل ايه انت كمان؟ انا هلعب لك، مش هلعب بالهليكوبتر طلعت معفنه، هلعب لك بديناصور ده حيواني الاليف. ماشي مش لازم تبعت اللعب وكل فيديو انا اللي حيوان اليف. محمد نوب في التصوير يا جماعه، اصبروا اصبروا ابني بقى وسع بطل بقى تبقى ناحيتي. ايه ده؟ ايه امسك ايه ده فليبن؟ احلى فليب يا حبيبي. احنا الاثنين بنحارب بحيوانات اليفه. ابلع ابلع. اوكي انا دلوقتي هحاربك يا سيد وهكسبك. هنشوف. انا السيد ام، انت ام بس كمان. هم قاعدين في الفصل بيتعذبوا يعني. صح؟ لا انا مش هقبل لوسر من محمد وسام ومازن وليد. مش هيحصل. فليب حلوه. انت بتلعب بالكلاب وانا بلعب بديناصور وانت لسه بتكسب. شيك كلبك. انا عندي بلعب بيك. مين يا اخويا؟ مازن وليد. انا عارف. قاوم يا مازن. انت ها انت حطيت ايدك. باك فليب. باك فليب بالمؤي يا مازن. وسع ايدك. وسع ايدك. لا 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 لا. انا ومازن بقى يلا فاينل فاينل. مش عايزين سكوت سكوت. مش عايزين ولا بنا دلوقتي. يلا فاينل بقى. مازن وليد ضد محمد. لا والكلب ده برضه معفن. ليه كده الكلب؟ انا مش عايزه لما محمد احرق سعيد. يا مازن هقطع لك شعرك وارميه في الدار. يا عم خلينا نشوف. لا ممكن تمدوا عشان بقالنا كتير قوي بنصور في نفس الفيديو. انتوا الاثنين باردين قوي. انا لسه بردانه يا حبيبي. ده الفاينل يا حبيبي. انا ده الفاينل. باد بويز اللي عايزين يلعبوا. انا محمد ماشي. اوكي هنشوف مين اللوزر اكتر منكم. انت تحديث بتاع الباندا. ايه؟ تحديث باندا. بجد؟ اخر تحديث احنا بنلعب درايف ان. هش في ان. عندنا في ان هنا. ماشي خلاص. انا حاطط ما خلاص يا عم. ايه تلعبوا بنفس البتاع؟ اوكي. خلي احسن لعيب يكسب. يا عم انت ليه عملت كده؟ لا انت طلعتنا. اوكي انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه عشان فاينل؟ اوكي وانت يا مسلم؟ حاجة غير بتاعته. عايز ايه؟ ده؟ اوكي ريدي سيت ابدأوا. لا في النص. انت في النص. في النص. اوكي يلا. اوكي ومحمد يخش ويدي نفسه من اول الدور. كان ده اسرع جزء في الحياة. ومحمد ماشي مازن يخش عليه ويوقعه. حلوة. الله اوكي محمد يعمل باك فليب بالموت. محمد انت بتديها اكثر راجل. تعالى هنا بقى محمد. يديها محمد. هو انا اللي موت؟ ايوه. يعني هو فاضل دلوقتي واحدة لمازن وخمسة وخمسة لمحمد. ممكن اي حد يكسب يعني. السكور مش بقول كنت عايز اكسب بيرفكت. اوكي مازن خلاص متاكد ان هو هيكسب. مش متاكد يا محمد. حبيبي ممكن ما تكسبش ولا اللي اكسب. اوكي يلا بقول مش نط عليه. نط. وبكده انا مازن وليد كده. وبكده مازن وليد يكسب والفيديو انتهى عشان الفيديو بقى طويل قوي وانا عايز اخلص. لا انا مش هشوفكم نيكست تايم. احنا لسه هنكمل الفيديو بس. سلام. اوكي يا جماعه دلوقتي انا عايز اوريكم ازاي تعملوا احسن سندوتش في العالم. اول حاجه تاخدوا سندوتش الجبنه الجميل ده. الله بص عليه. بصوه وتحطوه هنا. طبعا السندوتش الجبنه لوحده وحش. فعشان كده تحطوا عليه سندوتش جبنه تاني. وكده هيكون سندوتش رائع. بس لسه فاضل ليه حبه طعمات. حطوا عليه ازازه ميه.
ايوه عشان كده هتخلي السندوتش ما يكونش ناجم. وطبعا ما ننساش وطبعا نشيل الميه لحظه وطبعا نحط البرقوقه عشان البرقوقه اهم حاجه وطبعا ما ننساش ان احنا نحط سندوتش الشوكولاته واهم مكون اللانش بوكس. وبعدها نحط عليه التوبينجز. التوبينجز هي ايد محمد ده. ايد محمد تامر. وبعدها نقطب. يلا يا جماعه كلوا. يا ترى محمد بيعمل ايه؟ محمد ممكن يكون هنا. لا ده مش محمد، ده كان فضائي. سلام. وبعدها وصلنا لبانوراما. تصور مع ميسي، تصور مع اي شخصيه الصوره ب 10 جنيه. تعالى يا ام هتلاقي فوتوشوب بيحطوا محمد صلاح فوتوشوب. ما ينفعش تصور مع ميسي. وبعديها الطائرة بتاعتي باظت. حاليا اسمه ايه بنروح لبانوراما بقى بجد بدل كل العرضات التافهه اللي احنا كنا بنعملها. وانا عايز اقول لكم انا ما اتهددتش خالص من عسكري عشان انا كنت بلعب برشاشة تلج جنب النماذج. لا انا ما اتهددتش خالص من عسكري. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي. تعالى يا عم. بص يا جماعه دي اجمل ناس هتشوفوها في حياتكم. يا ريت صوتي يكون باين. ولا حاجه. الاجابه هي ولا حاجه. ناس عظيمه احنا مش عارفين عنها. بطولات مشاهده. اوكي حلو قوي. فيلم سينمائي. فيلم اعتقد دلوقتي لازم بقى نبطل التصوير. تعالى يا ممر جوه. يلا انا اتفرج على الممر. دخل ممر جوه في سينما بقى. يلا نقعد فين؟ تعالى القوميه هنا. القوميه هنا. القوميه هتقعد هنا. ماشي يلا. تعالى نقعد اخر ناس. فوق خالص.
محمد هات الكاميرا عليك. اوكي احنا وصلنا. يوسف بص يوسف اليتيم يوسف اضعف يوسف هيعطني. بصوا يا جماعة بصوا بصوا الحرب الجميلة بصوا الناس اللي بتضحي نفسها. اوكي الناس هو بيتكلم خلاص قاطعني في نص كلامي. اوكي ده كفايه. بس بعديها رحنا العرض التالي. بصوا يا جماعه هو ما فيش اي حاجه هنا بصراحه يعني ما فيش اي حاجه هنا غير حبه صور فتعالوا نشوفها. وطبعا العرض الثالث لان هوريه لكم العرض الثالث. العرض الثالث يا جماعه مش عارف هو لسه ما بداش على عكس العرض الثاني وبرده ما فيهوش اي حاجه على زي العرض الثاني. بس تعالوا نشوف الجبال الجميله دي. محمد اهو انتوا هنا. ده انا افتكرتكم لسه ورا. سفيان ما صورتش في الفيديو خالص. لازم تقول حاجة لازم تقول حاجة لازم تقول حاجة. حسابة اوكي ده بقى العرض يا جماعة. جميل اوي. تتوقع هنعمل ايه يا محمد؟ نفتني في نفس العرض. اوكي محمد خد انت الكاميرا ومين المفترض انت اللي تصور. اهو محمد وسام. سفيان سند. سفيان وعبد الرحمن قاعدين على الناصية. عايزة ايه؟ عايزة ايه دي تاني؟ فرادك اسمها ايه؟ قلت يا متيرو كده عايزة تشرح فرادك اسمها ايه؟ بصوا عيد محمد. بصوا عيد محمد. دلك وقع. واو دلك اللي وقع. يلا انت دلك وقع هناك. اوه قلت متيرو اعملوا سبسكرايب زي الناس اللي بتتفرج. نفس العرض بيظهر على اربع شاشات. ناس بتجري. بس يا كان استعداد الحرب المجيده على اشد في جميع التشكيلات والمرحلات. انا عايز حته اقعد فيها. خد صور انت يا ابني. وكانت القياده المصريه والداخليه سوريا جبهه اخرى في الحرب لما سوف يشكك وجود العمود بين جبهتين ويضعف في الركز على المواجهه. واشترك في الجبهتان في وضع الفكره يا عبد الرحمن. يا ابني رخم. اوكي انا ماسك ايد عبد الرحمن. بس وماسك راسه برضه. لزيادة الجوع في الجنود والسكون والحياة. وعن فكرة المسلمين كان تحديد وتحريك القوات في الإطار المناطق الإسلامية التي كانت تقرا على أهل سبتمبر. وكان تحريك وبناء معدات ووسائل هوائية مع إعادة بعض من المعدات والأسلحة الهيكلية للخارج مرة أخرى وإفادة وتمويل وسائل الحقيقية في مناطق قريبة من مناطق. يا جماعة احنا
خلصنا رحلتنا. محمد وسام هو اللي صور معايا، سفيان هو اللي ما عملش اي حاجه، وعلي برضو ما عملش اي حاجه. محمد ساعدني في تصوير اخر كليب. بص محمد اي حاجه يا جماعه. طلع عبد الرحمن اهو يوسف انك ما عملش اي حاجه، انا ما شفتوش في اخر عرضين. فين عبد الرحمن؟ انت اخر واحد، انت اخر واحد تقول سلام في الفيديو. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه للناس؟ عايز اقول لك بابا حبيبي بابا. دي كلمه دي كلمه اليوم. برافو حبيبي برافو. اوكي يا حطيت محمد اصر اللي هو يصور الكليب ده عشان هو بارد. بس اهو لو عجبك الفيديو اعملوا سبسكرايب وما تنسوش تعملوا كومنت. سلام. تعالى هديك نهر النيل هناك. الله على المنظر. زي ما نيسان.